مجلس محافظة بغداد بدوره أكد أن اختيار الجزائري جاء بناء على الخبرات التي يتمتع بها من خلال خبراته الفنية وقربه من المجلس لكونه عضوا سابقا فيه، مبينا أن عملية الانتخاب جرت وفق معايير معينة. أي المعايير؟ معايير مهنية، وإحنا لما نقول محافظ هو كان سابقا رئيس مهندسين في أمانة بغداد، إذا هذه خبراته، وبعدين عنده خبرات في مجلس المحافظة، فيعرف عملية رسم السياسة اللي احنا نرسمها، ويعرف ما هو مجلس المحافظة حتى يواكب قرارات مجلس المحافظة وما يتقاطع معها. تم اختيار السيد فلاح الجزائري محافظ بغداد أولا كونه عضو مجلس محافظة وعنده خبرة ودراية باحتياجات بغداد، وهو خريج كلية الهندسة وعنده خدمة في أمانة بغداد، بالتالي حاجة المواطن البغدادي حاضر عنده، ورجل أيضا مهني مع احتراماته لكل الإمكانيات التي قدمت، ولكن هذه هي الديمقراطية. كل المرشحين قدموا أنفسهم وتحدثوا عن تجاربهم وإمكانياتهم وقدراتهم وتجاربهم في العمل، وتم الاختيار وفق هذه المعطيات أن حصل على أغلبية مطلقة من حضور المجلس، وهذا هو القانون المطلوب. هناك أغلبية كانت اليوم باجتماع شرعي وإشراف قضائي بوجود أغلبية الأعضاء، أغلبية مطلقة، تم اختيار الأخ فلاح الجزائري مع مقدمات إلغاء ما تم بالجلسة السابقة التي عقدت بشكل غير شرعي، بالإضافة إلى قبول استقالة السيد المحافظ السابق، ويعني الأمور جيدة، وأعتقد أن الأخ فلاح سيستمر في عمل المحافظ الحالي ومقررات مجلس المحافظة. يعني هو بالنهاية المحافظ هو جهة تنفيذية لما يقره مجلس المحافظة.